انا وجودي طبعا بكذا صفه، انا مدير مسرح كوميدي وكيل نقابه المهن التمثيليه اللي هي مسرحيه اسمها سيره الحب. اعلنت انسحابي النهارده من التقييم عشان المهرجان مش انك تاخدي جايزه وما تاخديش جايزه. بقول مثل صغير لكل الناس، نضرب مثل بنفسنا، دعي الاحراج عشان ما يبقاش في اي شبهه لاي نفس زي ما بيقولوا. لكن شرفني وجودي مع كوكبه من النجوم وكوكبه من كل الناس الموجوده، دي حاجه عظيمه جدا. وجود احمد عبد العزيز مختلف لانه الناس مش فاهمه او ما تعرفش انه مخرج مسرحي مهم جدا في تاريخ المسرح. يمكن هو ما اشتغلش كتير لكن هو عمل عملين ثلاثه كانوا من اعظم الاعمال، منهم مأساة الحلاج. فاحمد عبد العزيز مش ابن المسرح، خريج معهد الاليف والمسرحيه، عشان الناس برضو ساعات ما بتفهمش الموضوع غلط، تقول لك ده نجم تلفزيون. يا جماعه كلنا خارجين مع العليف المسرحية، فأساسنا مسرح يعني. أنا لا أريد إلا من الفعال لما يريد. ألا تريد حكم مصر؟ سائر الأرض كلها تحت حكمي، وهي عندي كخردل في فلاة. أنا بعمل فيلم لأول مرة، هو فيلم عالمي مصري عربي اسمه موشا، هيتصور بين دبي وبين الأردن. أعتقد أنه هيبقى نقلة فنية كبيرة جدا جدا يعني. هو عالمي لسبب، لان احنا معانا مش كلمه عالمي يعني بقول عالمي، عشان معانا ممثلين من كل العالم، يعني معانا ممثلين على مستوى العالم كله، العرب واجانب، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه ان شاء الله. هتتفرجي على سينما احنا كعرب نفسنا نشوف الشكل ده من السينما، ان شاء الله نقدم حاجه مهمة. من مصر انا ورندا البحيري ويمكن نجمه انجل مقدم يعني لسه انا ما اعرفش، ومن الاردن في مجموعه ابراهيم عايش، من الامارات جمعان سيد جمعان، من يعني كذا يعني من كذا حد، في ممثل برازيلي مش عارف انطقه، نقعد نص ساعه عشان ننطقه يعني. في ممثلين جامدين جدا، بس انا بقول انا فرحان لان المنتج مصري، المخرج مصري، المؤلف مصري، مجموعه مصريين مقيمين في دبي بيقدموا فكره جديده، بيقدموا موضوع جديد، انا بحييهم لان مصر مدرسة.